طبعا كلنا تابعنا خبر استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة الشهيد أحمد فطيمة، واللي تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال بث مباشر لقصف محيط مستشفى الشفا بقطاع غزة. في هذه الأحداث طبعا استشهد أحمد فطيمة، وأصيب كمان زميله من طاقم القاهرة الإخبارية. خالص عزائنا لأسرته وأهله، وربنا يمن على زميله بالشفاء العاجل. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذا الحادث الأليم. على مدار أكثر من 5 أسابيع متواصلة، كان الشهيد أحمد فطيمة اللسان الناقل للحقيقة والواصف للواقع من خلال شاشة قناة القاهرة الإخبارية من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة. لكنه لم يسلم من اعتداء الاحتلال على المدنيين والإعلاميين حتى ارتقى شهيداً. مشاهدينا، نذيع لحضراتكم هذا الخبر إذ استشهد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية بقطاع غزة وأصيب آخر بإصابات شديدة. أحمد فطيمة تمكن خلال تواجده في مهمته الرسمية من أداء رسالته الإعلامية ونقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الهواء مباشرة، ومعه رفيق رحلته الموثق بالعدسة مصور القاهرة الإخبارية الذي أصيب إصابة بالغة نتيجة الاستهداف الغاشم. وخلال بث مباشر لقصف محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة ورصد ما يفعله الاحتلال الغاشم بالمنشآت الصحية داخل القطاع، كانت تلك الساعات الأخيرة التي أراد الاحتلال أن يطفئ نور عدسته ولسانه الواصف للعدوان، إلا أنه قدم الكثير الذي يعتبر إرثاً له في مسيرته لنقل الحقيقة. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت النعي بكل الحزن للشهيد أحمد فطيمة والمواساة للمصاب ضمن العدوان الغاشم. كما نعى إعلاميو قناة القاهرة الإخبارية الزميل أحمد فطيمة الذي استشهد أمام محيط مستشفى الشفاء. وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خبر استشهاده، حيث كتب أحمد الطهري عبر حسابه على فيسبوك: فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا، علمت الآن بنبأ استشهاد مصور وإصابة زميل آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسلطت واقعة استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية الضوء على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والتي يتعرضون لها منذ بداية العدوان الإسرائيلي، كذلك الدعوات لحمايتهم. وحتى اليوم استشهد أكثر من 46 صحفياً وصحفية، وأصيب عدد آخر بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.